ضرب الجزاء وادي مكاوع بن مسلوط يا ابني رايح فين يا ابني الواد والواد ده مهندس مساحة ولا ايه؟ كفاية يا معلم كفاية يا خال تقدم. طب يا ابني اعمل ايه يعني اشد حاجة فيش على ما توصل ما تخلص يا هلا وقالي تصوير مش عليك وعلى اليوم اللي شفتك فيه يا راجل بقالك ثلاث ايام بترجع لورا عشان تضيعها ده انت وصلت حدود ليبيا يا معلم ليه يا ربنا يريحني منك ايه طلعت كم متر يا غالي طلعت كم متر ليه يطلع